شرفونا بمشاهدتنا في الإنجليزي والعربي عن الحضارة القبطية. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من البرنامج مع صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة. أهلا وسهلا يا سيدنا، وشاكرين فضل نيافتك في تشريفك لهذا البرنامج. نرجو يكون الاتصال مع نيافة الأنبا يوسف حدث باي سكايب. الحقيقة على ما يحصل اتصال بالسكايب، الموضوع اللي هنتكلم فيه مع نيافة الأنبا يوسف عن ما هو التفسير الروحي والإنجيلي واللاهوتي لما يحدث من اضطهاد الآن في مصر، وما هي آمال المستقبل، رجاء المستقبل، إيماننا في عدالة الله ومراحمه وخطته الإلهية في المستقبل بالنسبة للكنيسة في مصر وللمؤمنين وكل فرد من أفراد الشعب القبطي. هو قال: من يمسكم يمس حدقة عيني. هو قال: أنا هو لا تخافوا. هو قال: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. في نفس الوقت وعدنا وقال: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الأقباط، لو قرينا في الكوبتيك انسايكلوبيديا هنا عن شهداء الأقباط نجد مئات. روح الكوبتيك انسايكلوبيديا على الانترنت، اكتب كوبتيك انسايكلوبيديا ومارتر، هيطلع لك ملايين الانتريز من الكوبتيك انسايكلوبيديا عن شهداء الكنيسة القبطية. وكليرمونت جراديوت يونيفرستي حطت كل الانسايكلوبيديا دي على الانترنت، فممكن تعمل جوجل سيرش وتجيلك كلها. أيضا الأقباط بنوا مدن على اسم الشهداء، مثلا مدينة القديس ماريمينا العجايبي بمريوط. المدينة دي ما كانش لها وجود أصلا قبل استشهاد القديس مينا، إنما بعد استشهاده وبعد اكتشاف جثمانه وبعد ما نقل على الجمل إلى هذا الموقع والجمل برك وقال إن هنا يدفن القديس مينا، بنيت مدينة على أعلى مستوى من الحضارة المعمارية والمدنية بما فيها من حمامات ومجاري. ده الكلام في القرن الرابع الميلادي. حضارة الأقباط حضارة عظيمة، وتنت هذه المدينة عمرانة إلى جاء الاحتلال العربي ودمرها تدميرا كاملا. نشكر الله في القرن العشرين أعيد اكتشاف هذه المدينة بواسطة علماء ألمان، ثم سنة 1907 ثم تعمرت على يد قداسة البابا القديس البابا كيرلس السادس. نشكر نيافتك سيدنا في الوجود معنا الآن للحديث عن التفسير الروحي والإنجيلي واللاهوتي لما يحدث في مصر الآن. شكرا دكتور سعد. مرحبا بنيافتك، ونرجو ان احنا نتمتع بحديث نيافتك عن هذا الموضوع الذي لا يشغل عقول الأقباط فقط، ولكن ايضا يجرح قلوبهم ويتساءل فكريا ولاهوتيا ما هو التفسير لما يحدث الان في مصر من اضطهاد وقتل، حتى أن الشهداء الأقباط في القرن الواحد والعشرين ابتدى يتعدى شهداء الأقباط في القرن الـ14 على يد المماليك. هو الحقيقة ربنا لما وعدنا بأن احنا لابد أن احنا نحمل الصليب، وأن الصليب ده هو عبور إلى القيامة، لأننا كنا نتألم معه فإننا أيضا نتمجد معه. ومعلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى يقول: أيها الإخوة الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم
كأنه أصابكم أمر غريب. فبيقول ما تستغربوش، لأن إحنا دعينا لحمل الصليب ودعينا لأن إحنا نضطهد من أجل السيد المسيح. ويعني آيات كتيرة أكدت على هذه الرسالة. كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن الحقيقة لابد إن إحنا ننظر إلى هذا الاضطهاد زي ما قالوا الآباء القديسين، إن دم الشهداء هي بذار الإيمان. دايما الاضطهاد ده بيدخل ناس للكنيسة وبيجيب ناس للمسيح. الكنيسة بنيت على دماء الشهداء، وإحنا كلمة شهيد يعني يشهد للمسيح. طبعا الشهادة للمسيح تأخذ أكتر من صورة، زي الشهادة بالكلمة والشهادة بالعبادة والشهادة بالصلاة والشهادة بالخدمة، لكن أقوى صور الشهادة هي الشهادة بسفك الدم. نحن نشهد للسيد المسيح بأن احنا نقبل الاضطهاد ونسفك دماءنا من أجل السيد المسيح. وزي ما الكتاب وعدنا حسبما أذلوهم هكذا ناموا وامتدوا. فاللي أنا عايز أقوله ده جزء من دعوتنا، جزء من تبعيتنا للسيد المسيح، وإن كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب فكم يفعلون باليابس. فمفروض إحنا زي ما القديس بطرس بيقول لا نستغرب، لكن إحنا دعينا لهذا، وده شرف لينا إن إحنا نحمل الصليب وراء سيدنا ربنا يسوع المسيح. الحقيقة الضيق والألم في الحياة بيصادف يعني تقريبا جميع البشر، ولكن وربما المصريين أيضا، مش ربما، في الواقع جموع المصريين سواء مسلمين أو أقباط بيعانوا من الضيق الحاضر، الضيق الاقتصادي. وهناك مثلا 25 جندي استشهدوا في العريش بسبب ان هم كبش فداء الجماعات الإرهابية بتحاول تنتقم من الدولة والكنيسة. طبعا بما ان ما بيدوش الأقباط 10% وهو نسب او 12% نسبة تعدادهم في السكان، لا، الأقباط بيحملوا تقريبا 50% او بلس يعني بالإضافة او اقل من حجم الشهداء والاضطهادات. ولماذا يعني نيافتك قلت لنا لماذا سمح الله بالاضطهاد وان احنا مدعوين لذلك، لكن احيانا نجد معجزات في ان بعض الاشخاص او الجماعات او الكنائس، نجد ان معجزة حصلت في انقاذ هذه الكنيسة او هذه الجماعة او هذا الفرد من سيف الإرهاب، وجماعات أخرى وكأن الله له اختيار في من ينقذ أو من لا ينقذ وكأن. فما هو رأي نيافتك في المعجزات اللي بتحصل والمعجزات اللي ما بتحصلش؟ هو الحقيقة حضرتك مسيت موضوعين. الموضوع الأولاني إن الألم، كل البشرية بتتعرض للألم مش بس الأقباط. طب إحنا الأقباط فسرنا الألم على إنه شهادة للسيد المسيح، طب وات أباوت الناس الباقيين؟ والجزء الثاني إن هو مثلا ممكن ربنا يتدخل وينقذ كنيسة معينة أو تحصل معجزة لكنيسة معينة أو لمجموعة والباقيين ما يحصل لهمش. ده معناه هل عناية ربنا بدولة أكتر من دولة ولا لأ؟ فأنا عايز أجاوب على النقطتين من طبعا من كتابنا المقدس. النقطة الأولى، الألم دي مشكلة حيرت العالم كله وحيرت حتى كتير من كتاب الكتاب المقدس. يعني سفر أيوب كتب علشان يجاوب على السؤال ده، لماذا يتألم الأبرار ولماذا يعاني الناس؟ وزي ما قيل في الكتاب إن مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا. الألم ان جنرال له 5 أسباب. الألم له 5 أسباب. السبب الأولاني اللي هو خطايا الإنسان الشخصية. يعني أنا مثلا ما ذاكرتش، دخلت الامتحان سقط، فده يبقى نتيجة خطيتي أو خطأي أو تقصيري. واحد سرق دخل السجن، يبقى المعاناة نتيجة الخطأ بتاعه. ده السبب الأولاني.
السبب الثاني ان احنا عايشين في عالم فسد بالخطية، وربنا قال لآدم ملعون الارض بسببك، ونقرأ في رسالة روميا ان الخليقة كلها تئن وتتمخض من عبودية الفساد، وكل الخليقة يعني تتوق الى انها تعتق من هذه عبودية الفساد في مجيء السيد المسيح الثاني وفداء الاجساد وقيامة الجسد. علشان كده بنلاقي اولاد بيتولدوا مشوهين. عشان كده اي انسان في العالم سواء مسيحي او غير مسيحي بيتعرض للالم، لان احنا عايشين في عالم فسد بالخطية. لكن طبعا في الابدية يقول ورأيت سماء جديدة وارضا جديدة، فهناك هوذا كله يكون جديدا في الابدية، فطبعا الالم مش هيكون موجود هناك. السبب الثالث اللي هو حسد الشيطان. الشيطان لما بيهيج سواء على الكنيسة أو يهيج على أولاد ربنا، زي مثلا لما هاج الشيطان على أيوب، أو كل الاضطهادات اللي بتمر على الكنيسة ده سبب حسد الشيطان. فدي يمكن هي تدخل ليه المسيحيين بيتألموا بسبب هياج الشيطان وحسد الشيطان. أما السبب الرابع والخامس هما من ربنا بس لمصلحة الإنسان. أقصد إيه من ربنا؟ السبب الرابع اللي هو التأديب. أي ابن لا يؤدبه أبوه والذي يحبه الرب يؤدبه. والتأديب ممكن يكون نتيجة خطية، إن ربنا بيأدب إنسان على خطية عشان يقوده للتوبة، أو ممكن التأديب ما يكونش سببه خطية. زي أب مثلا ابنه عنده لعب كتيرة فبيرفض إنه يجيب له لعبة وبيقول له لأ، علشان عايز الولد ما بقاش مدلل. وقديس بولس الرسول في رسالة عبرانيين يتكلم عن التأديب ويناقش القضية دي، ويقول ان التأديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن، ولكن يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. واخر بقى سبب للألم اللي بنسميه اختبار الإيمان، ان ربنا احيانا يختبر إيماننا. زي يقول لك ولما أراد الله أن يختبر إبراهيم ويعلم قلبه ومحبته فيه، دخله في اختبار. اختبار الإيمان ده دايما بيكون بعده ترقية روحية. ربنا لما يحب يرقي واحد يدخله كده في اختبار للإيمان، وبعديه يرقيه ترقية روحية. فاختبار الإيمان ده زي أرملة صرفة صيدا، ربنا بعت لها إيليا وقت المجاعة، أكلي رجل الله، هتتصرف إزاي؟ فدولت الخمس أسباب بتوع الألم. الواحد لما يخش في ضيقة مفروض يشوف أنه سبب، وبناء على السبب أختار رد الفعل. فلو سببه أخطاء الشخصية يبقى رد الفعل أقدم توبة. الفساد اللي في العالم يبقى أثابر perseverance وأحتمل، توبة للرجل الذي يحتمل التجربة. لو هو بسبب حسد الشيطان ألبس سلاح الله الكامل، يقول لكي تستطيع أن تطفئ سهام إبليس الممتلئة شرًا. لو هو تأديب أقبل التأديب، يقول إن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لا بنون. وإن كان بسبب اختبار الإيمان فهنا طاعة الوصية. كل ما الإنسان يطيع الوصية كل ما الإنسان ينجح في اختبار الإيمان. أما السؤال الثاني بتاع حضرتك، أحيانا تحصل معجزة مع حد ما تحصلش مع الآخر، أحيانا ربنا ينقذ كنيسة وما ينقذش الكنيسة الثانية. أحب أقرأ يعني جزء من رسالة، سوري، من سفر أعمال الرسل إصحاح 11. في إصحاح 11 يبتدي يكلمنا، سوري، إصحاح 12. في إصحاح 12 يقول في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخ يوحنا بالسيف. ده قتل يعقوب ابن زبدي. بعدها يقول وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. وكلنا عارفين القصة بتاعت بطرس، أنه حط في السجن وربنا أرسل ملاكه وخرج بطرس من السجن. عندنا اتنين هنا من الرسل المعتبرين هم أعمدة، يعقوب ابن زبدي وبطرس. الاتنين قبض عليهم هيرودس، ربنا خد واحد وجعله يستشهد اللي هو يعقوب ابن زبدي، والاخر ربنا سمح ان هو يخرج وينقذ من السجن.
وده يبقى تساؤل، الله هل ربنا عنده كده يعني بارشياليتي؟ هل ربنا بيفضل واحد عن واحد؟ هل ربنا بيحب بطرس اكتر من يعقوب لان سمح ان يعقوب يستشهد وانقذ بطرس؟ الحقيقه ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لكن ربنا لكل انسان له هدف ورساله في حياته. يعقوب ربما كان في هذه الفتره انهى رسالته في حياته، واحنا عارفين ان هو يعني راح وبشر في اسبانيا فخلص الخدمه بتاعته والكرازه، فربنا قال ده وقت يعقوب ان هو يجي للفردوس الابديه. ربما بطرس الرسول كان لسه عنده رساله تانية، انه ياسس كنائس، انه يكرز باسم المسيح. ولكن لما نيجي نشوف في نهايه بطرس، طب ما بطرس حصل له ايه؟ ما هو استشهد برضه، واستشهد مصلوب منكس الراس. فيبقى اذا دي حكمه الله، لكل واحد ربنا له اراده في حياته. فممكن ربنا يسمح ان معجزه تحصل مع انسان وانسان تاني ما تحصلش مع المعجزه. وربنا قال كده، قال في ايام اليشع هل ما كانش في حد عنده البرص غير نعمان السرياني؟ هو نعمان السرياني كان اخرين عندهم، انما ربنا ما شفاش الا نعمان السرياني. هل كانش في ارامل تانيين موجود ايليا وقت ايليا ربنا يقدر ينقذهم من المجاعه؟ اكيد كان فيه، انما ربنا اختار ارمله صرفه صيدا. ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لكن كل الامور ربنا يصنعها حسنا ولخير الانسان ولخير البشريه بصفه عامه. جميل جدا يا سيدنا، الحقيقه حاجه معزيه نيافتك جبت لنا من الكتاب المقدس وسيره الاباء الرسل والعهد القديم ما يعزينا ويقوينا ويرشدنا في احتمال الآلام حتى بفرح وبتعزية. إنما شيء صعب، ربما أصعب من احتمال الآلام، وصية الرب يسوع لما قال أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. الرب يسوع المسيح نفسه نفذ هذه الآية وهو على الصليب عندما قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. بس أنا واحد من الناس أعترف أن دي آية صعبة عليا، وربما أجد صعوبة في تنفيذها، على الأقل مش في كل مرة، ولم أمر أنا شخصيا باضطهاد مثل الاضطهاد الحادث الآن في مصر، ولذلك لا أتخيل نفسي وسط هذا الاضطهاد جوه النار بأغفر وأبارك من يلعن ويشتم إلى آخر قصة الاضطهاد والسحق. ما هو رأي نيافتك وتفسيرك لهذه الآية أحبوا أعداءكم، وماذا يمكنني أنا كإنسان ضعيف خاطئ إن أنا أنفذ هذه الآية متشبها بالرب يسوع؟ وهل دي خاصة بالرب يسوع نفسه لأنه قادر على البر وقادر على التقوى بمستوى أعلى من مستوانا الضعيف وأنا أسوأ الخطاب؟ هو بلا شك طبعا الآية دي كتير لما بننظر إليها بنلاقيها آية صعبة وفوق طاقتنا وفوق مقدرة البشر، وفي الواقع هي فعلا فوق مقدرة البشر، بس يمكن في الآخر هشرح إيه اللي المفروض نعمله. لكن أنا عايز بس أفرق في الأول ما بين الغفران وما بين المصالحة، لأن أحيانا ما بنقدرش نفرق ما بين المغفرة وما بين التصالح، forgiveness and reconciliation. ربنا على الصليب غفر أو طلب المغفرة لكل صليبي، وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. لكن هل تم التصالح مع كل الصليبين؟ الحقيقة تم التصالح ربما مع لونجينوس اللي هو طعن السيد المسيح بالحربة، لأن لونجينوس
قبل هذه المغفرة وقدم توبة وقبل السيد المسيح. عشان كده مع لونجينوس تم المغفرة وتم أيضا التصالح، التصالح مع ربنا. ولونجينوس النهاردة من قديسي الكنيسة. فلما بنيجي نقول يا أبتاه اغفر لهم أو بنطلب المغفرة، بنطلب المغفرة لأن أولا المغفرة بتريح الإنسان أكتر ما هي بتريح الطرف الآخر. بمعنى إيه؟ بمعنى افرض واحد مزعلني وأنا مش رفضت إن أنا أغفر له، ممكن هو ما تفرقش معاه، غفرت له ولا ما غفرتلوش ما تفرقش معاه. إنما أنا لما باخد قرار المغفرة وبغفر لهذا الإنسان أنا اللي برتاح، مش الآخر هو اللي بيرتاح. فإذا المغفرة دي قرار يريح قلب الإنسان أكتر ما هو ممكن يريح الآخر، لأن ممكن الآخر ما يهموش إن أنا أغفر له أو ما أغفرلوش. نفس الكلام بالنسبة لأعمال المحبة. لما الإنسان تكون قصاده فرصة محبة، فرصة عمل محبة، ويرفض إن هو يعمل عمل المحبة وهو ابن المسيح بجد، هيبقى فعلا تعبان من جواه. لكن عندما يقدم عمل المحبة حتى مع عدوه وحتى مع من يشتمه ومن يضطهده، هيحس بفرح وسلام جواه. ويمكن ده اللي السيد المسيح شرحه لنا في مثل السمير الصالح. ازاي السمير الصالح ده برغم انه عدو لهذا اليهودي، لكن رأى بعينه احتياج اليهودي، رأى شعر بقلبه وبقى عنده كومباشن، تعاطف مع هذا الانسان اليهودي ومد ايده بالمساعده بالرغم ان هو عدو. وعلشان كده السيد المسيح اعتبر هذا عمل رحمه متكامل وقال افعل هذا فتحيا. يبقى اللي انا عايز اقوله، عندما اقدم الحب وعندما اقدم المغفره وعندما اقدم الصلاه من اجل الاخرين، اول واحد بيستفيد من كل هذا هو انا، ربما اكثر من الاخر. زائد النظره، لما نيجي ننظر بقى لما بعد الاضطهاد وما بعد الالم، اقصد ايه؟ القديس استفانوس وهم بيرجموه كان عنده اختيار من اختيارين، ان ينظر للطوب اللي بيترمي عليه او ان ينظر للسم. لو نظر للطوب اللي بيترمي عليه كان تعب جدا جدا، ما كانش احتمل الطوب ده. انما نظر السما، رأى السما مفتوحة ورأى المجد ورأى الاكاليل المعدة وشاف شخص ربنا يسوع المسيح، فقال الله هي الناس دي بتأذيني، اكشر الناس دي بتؤهلني لهذا المجد، الناس دي بتؤهلني للقب اول الشهداء، الناس دي بتعطيني هذه الاكاليل، فبقى الناس دي بتمجدني مش بتموتني. فطالما الناس دي بتمجدني مش بتموتني، يبقى بالطريقة دي يا رب من فضلك أرجوك لا تقم لهم هذه الخطية. فالنظرة للسماء خلت استفانوس يستطيع أنه يغفر لهم ويطلب لهم المغفرة ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. لكن مين استفاد بالمغفرة؟ مين الذي تصالح مع الله؟ سواء المغفرة الصليبين المسيح أو اللي رجموا استفانوس. شاول الطرسوس استفاد من هذه المغفرة، وبقي القديس بولس الرسول من مغفرة استفانوس. إنما هل الباقيين استفادوا؟ لا نعلم عنهم شيء. يبقى إذا أنا عايز أفرق ما بين المصالحة والمغفرة. أنا مطالب إن أنا أغفر للكل، إنما المصالحة تتم على أي أساس؟ تتم على أساس التوبة وتغيير السلوك وتغيير الحياة. السيد المسيح على الصليب غفر لكل الناس من أول آدم إلى آخر الدهور، ولكن هل تصالح مع كل الناس؟ لم يتصالح مع كل إلا ابن المسيح وإلا اللي تبعه السيد المسيح. فأنا بس عايز أفرق، المغفرة لا تعني المصالحة، لكن الذي يقبل التوبة ويغير حياته ده اللي يبقى فيه مصالحة. فلما نيجي نتكلم مثلا عن الإرهابيين اللي موجودين في مصر، نحن نصلي لأجلهم لأن هم مرضى، ونطلب أن ربنا يشفيهم وينور عيونهم
ويردهم إلى معرفة الحق، فالحق يحررهم. بنحبهم لأن ده مرض بالنسبة لهم، نحن نكره الخطية ولكننا نحب الخاطئ، ونصلي من أجلهم ونقدم أعمال المحبة لهم، لكن ده لا يعني التصالح معهم، لا يعني التصالح معهم وإعطائهم فرصة طالما هما بيخربوا البلاد وبيخربوا مصر. لابد من توبة ولابد من تغيير للسلوك علشان يكون في تصالح. يبقى احنا بنحبهم، بنصلي من أجلهم، نغفر لهم ونطلب ان ربنا ينور بصيرتهم فيعرفوا الحق، ولكن لا تصالح الا ان كان هناك توبة وندم وتغيير حقيقي في السلوك. هنا ممكن يأخذوا فرصة أخرى إن كان هناك تغيير حقيقي للسلوك وتوبة حقيقية. أما كيف يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟ الحقيقة في فرق كبير بين العهد القديم وما بين العهد الجديد. العهد القديم ربنا قال لنا نفذ الوصية، إنما لم نأخذ نعمة الروح القدس. عشان كده نقرأ كل يوم في إنجيل باكر: لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. العهد القديم خدنا الناموس، اعمل هذا فتحيا، فالإنسان فشل. عشان كده كانت الوصية على قد مجهود الإنسان، ومع ذلك الإنسان فشل. جت الوصية قالت عين بعين وسن بسن، والإنسان فشل. إنما في العهد الجديد ربنا ادانا الروح القدس، نعمة الروح القدس. هذه النعمة تستطيع أن تعطيني القوة إن أنا أنفذ أي وصية في الكتاب المقدس، لأن مش هنفذها بمجهودي لكن بنفذها بنعمة الروح القدس. أي إنسان عايز ينفذ أي وصية بمجهوده سيفشل فشل ذريع، ولكن إن اتكل على نعمة ربنا وصرخ وطلب نعمة ربنا إنها تقف معاه وتسنده هينجح. عشان كده القديس يوحنا يقول: ونحن نعلم أن وصاياه ليست ثقيلة. ايه السبب في كده؟ هي نعمة ربنا العاملة معانا. كل ما نتكل على ربنا ونتكل على نعمته، هذه النعمة تستطيع ان تسند الانسان وينفذ حتى اصعب الوصايا، ويقول هذه الوصية ليست ثقيلة بسبب نعمة الروح القدس. ولعل هذا هو السبب الذي جعل ماري اسحاق يقول، الذي يظن ان هناك طريق اخر للتوبة غير الصلاة، هو مخدوع من الشياطين. طب ليه الصلاة؟ لأن من خلال الصلاة باخد نعمة ربنا اللي بتقويني وتساعدني إن أنا أحب عدوي، أغفر للذي يسيء إلي، أصنع معه عمل خير، أتعامل معه بحب وأقدم له أعمال المحبة. كل هذا لن أستطيع أن أنفذه إلا من خلال نعمة الروح القدس. الحقيقة زي ما بتقول نيافتك معنى جديد بالنسبة لي، وهو استفانوس وهو يرجم كان لازم شعوره الناس دي بتعمل فيها خير، انها بترجمني، لان انا بالطريقة دي بانال ملكوت السماوات وبانفذ وصية المسيح واستلم معونته في تنفيذها بالنسبة للغفران بالنسبة لهم. لما صرخ وقال: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، متشبها بالرب يسوع المسيح. ده بالنسبة للشهيد يا سيدنا، إن هو في موقف مواجهة الموت والقتل بيغفر للقاتلين. بالنسبة لعيلته، بالنسبة لأصدقائه، بالنسبة للكنيسة كجماعة المؤمنين، بالنسبة للعالم كله كشركاء في البشرية والإنسانية، بالنسبة لكل شعب الكنيسة في المهجر وفي مصر، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالنسبة لكل المسيحيين، بالنسبة لكل البشر 7 بليون، إيه المسؤولية الشخصية والجماعية نحو ما يحدث في مصر أو في مواقف مشابهة بالنسبة مثلا في مسيحي الشرق الأوسط عموما، سواء في جنوب السودان أو في العراق أو سوريا أو لبنان أو فلسطين، كلهم مضطهدين. ما هو مسؤوليتنا الشخصية في مواجهة هذا الاضطهاد الفظيع اللي القرن 21 بيشهده؟
هو الحقيقة المسؤولية هنا تنقسم إلى شقين، شق روحي وشق أقدر أسميه أدبي أو يقع تحت حدود المسؤولية الواجبة على كل إنسان في هذا العالم كله. يعني الشق الروحي إن لابد للناس المضطهدين يدخلوا السماء في حسابهم، لأن احنا لو بصينا لأي قضية اضطهاد وبصيناها على الأرض فقط هتبقى حاجة فعلا، نبقى زي ما بولس الرسول قال أشقى جميع الناس، كان لا رجاء اللي كان لنا رجاء في المسيح فقط في هذه الأرض فنحن أشقى جميع الناس. لما نشوف مثلا قصة لعازر والغني، لو لعازر حياته بس على الأرض وانتهت كده والغني، كانت تبقى فعلا العازر ده أشقى جميع الناس. إنما اللي بيعمل القصة دي معنى جميل هو وجود السما. فأنا لما أبص على حياتي كلها حياتي كلها هي على الأرض والسما، مش الأرض بس، ومش هفهم حياتي على الأرض إلا من خلال إن أنا أدخل السماء في الحساب. ودي زي في آية جميلة في سفر الجامعة إصحاح 3 عدد 11، يقول صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. قال يعني بدون الأبدية لا أستطيع أن أدرك عمل الله الذي يعمله في حياتي من بدايتها لنهايتها. فعلشان أدرك عمل الله كويس وأدرك إزاي إن الاضطهاد ده يعني ده مجرد الفصل الأول من الشابتر الأولاني من الكتاب الأولاني من حياتي، ولكن بعد كده كنا نتألم معه فإننا سنتمجد معه. هذا يعني وضع الأبدية في الحسبان، جعل الأبدية في قلبهم، دي نقطة مهمة جدا من أجل إن الإنسان يستطيع إنه يقبل الألم ويقبل الاضطهاد. ده الشق الروحي. إنما هناك شق آخر، وهناك مسؤولية على كل إنسان مننا، اللي هي الحرب ضد الإرهاب ومواجهة الإرهاب ومواجهة اضطهاد الأقليات ومواجهة اضطهاد الإنسان بناء على الجنس أو اللون أو الدين أو العرق. كل ده إحنا كلنا في الآخر أولاد أب واحد وأم واحدة، آدم وحواء. فلابد أن نحيا في محبة بيننا ما بين بعض. يعني ساعة لما حصلت أحداث سبتمبر 11 هنا في أمريكا، كلنا أيدنا الحرب ضد الإرهاب وكنا واقفين ورافضين أن يحدث إرهاب. وهذا ودلوقتي الحقيقة أنا أحيانا بستغرب من موقف بعض الدول الكبرى اللي هي شايفة هذا الإرهاب وشايفة ما يحدث في العالم، ومع ذلك يعني مش عارف هل هم الحقيقة لا يعلموها وعلشان كده بيؤيدوا الإرهاب دون أن يدروا أن هذا إرهاب، ولا هم يعلموا الحقيقة ولهم مصلحة. لكن anyway اللي أنا عايز أقوله، لابد أن احنا يكون في موقف شديد وواضح من كل إنسان، من كل فرد، من الكنيسة، من الحكومات، من الهيئات، من المسؤولين، ضد الظلم، ضد اضطهاد الإنسان الضعيف. ده ربنا لام رعاة إسرائيل وقال لهم الضعيف لم تقووه وسبتوا إن السمين يفترسهم. فهنا إزاي إن الإنسان ينام بالليل وقلبه مرتاح وهو شايف الإرهاب الموجود في العالم. هنا كنائسنا في المهد، وأنا يعني كمسؤول هنا أجد إن إحنا علينا واجب من جهة إن إحنا نشرح للأمريكا، سواء الأمريكان بيبول أو الهيئات والمنظمات والحكومات والمسؤولين في الكونجرس والمسؤولين في الرئاسة، نشرح لهم الوضع الحقيقي في مصر،
ونشرح لهم من هم المسالمين ومن هم الإرهابيين، مين المسالمين ومين الإرهابيين. أرى أيضا إن علينا مسؤولية أخرى، اللي هو المساندة بكل صورها، سواء المساندة المعنوية أو المساندة المادية. كنائس كتيرة اللي اتحرقت في مصر، والبيوت اللي هي اتنهبت، والبزنس اللي بتاع الأقباط اللي اتكسر، وغيره وغيره وغيره. فالمفروض يكون عندنا مساندة لهم مادية، وأيضا مساندة معنوية وروحية، لأن الناس دي مش مجرد بس محتاجة فلوس، محتاجة أكبر أكتر من الفلوس. وكل اللي احنا نستطيع أن نقدمه لابد أن لا نبخل بيه على إخواتنا وحبايبنا المضطهدين. وأنا عايز هنا أقول ليس في مصر فقط، بل زي ما حضرتك قلت مضطهدين في كل العالم. وهي دي روح مسيحيتنا، إن احنا بنتعامل مع أي إنسان مضطهد ونقف جنبه ونساعده ونشجعه حتى ما تعبر هذه الفترة. لينا رسالة ثالثة، إن 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 نقف وقفة قوية وواضحة لرفض الإرهاب، ونفعل كل ما في استطاعتنا لكي ما نعلن رفضنا للإرهاب ده. فمثلا إن كان قواتنا المسلحة واخدة موقف قوي ضد الإرهاب، لابد إن احنا نقف جنبهم ونساندهم ونشجعهم ونصلي من أجلهم إن ربنا يعطيهم نصرة في حربهم على الإرهاب. فيبقى نعلن الحق ونوضح الحق للذين لا يعرفون الحق. تاني حاجة نقدم كل أنواع المساندة والمساعدة. تالت حاجة نقف بكل قوة ضد الإرهاب وضد هذه الأفعال الإجرامية التي تمس أبرياء لا ذنب لهم إلا لأن هم مختلفين فقط في الدين أو في الإيمان أو في العقيدة عن ما أعتقد أو عن ما أؤمن به. الحقيقة سيدنا زي ما قلت نيافتك، هناك مسؤولية شخصية، خصوصا وأن ما يحدث الآن من الاضطهاد ربما مغروز في الطبيعة البشرية منذ أن كتب التاريخ آلاف السنين، وإلى الآن موجات تعلو وتنخفض، فترة هدوء وسلام يتلوها موجة جديدة من الاضطهاد في رواندا، في أفريقيا مليون واحد اتقتلوا في الحرب الأهلية، السودان 2 مليون اتقتلوا في الحرب ضد المسيحيين في الجنوب، واثنين مليون مسيحي آخرين اتشردوا من جنوب السودان في بيوت في أماكن أخرى. مصر في 40 سنة الماضية لا يقل عن 500,000 قبطي هاجروا من بيوتهم، بالذات في الصعيد، إلى القاهرة وأماكن أخرى. ده غير اللي هاجروا بره مصر، إنما حتى الهجرة الداخلية تحت التهديد والابتزاز والإرهاب والقتل والخطف قصة لا تنتهي. ما هي خطة الله في المستقبل؟ هل الهم والغم ده هنتننا فيه إلى مجيء المسيح الثاني، ولا هناك خطة إلهية للتخفيف عن شعبه في مصر وغير مصر، ودوه وربنا يدي شعبه تنفيذ لوعوده الصادقة والأمينة؟ فما هي خطة الله في المستقبل إذا كان يمكن استشفافها؟ نرجو من نيافتك توضح لنا هذا الأمر. هو الحقيقة أنا أثق في وعد ربنا اللي قاله لنا معلمنا بولس الرسول، أن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. Actually ما حدث في 30 يونيو أنا في رأيي الشخصي ده تدخل واضح من ربنا، لأن ربنا بيحب مصر، ولأن ربنا قال مبارك شعبي مصر. كلنا يعني ما كناش نعتقد أني أو أنا شخصياً ما كنتش أعتقد إن هيحصل تغيير في نظام الحكم بهذه السرعة، ولكن إن يحصل الثورة بتاعة 30 يونيو
ويحصل التغيير هذا. أي نعم الثمن اللي اتدفع صفار ثمن غالي، ولكن هو مبشر، الخطوة دي مبشرة بالخير. أنا شخصيا متفائل وشايف إن مصر ابتدت تعمل خطوات في الطريق الصحيح اللي كان المفروض تمشي فيه. ف يعني انا شاعر ان احنا مرينا بايام صعبه وقدمنا كتير من الشهداء وكتير من الخسائر، ولكن ده ثمن الحريه. لابد ان تسفك دماء، ولابد يكون في خسائر لكي ما يحصل الشعب على حريتهم. فأنا من جهة مصر ان جنرال يعني ان بارتيكولار انا متفائل. اما بالنسبة للعالم ان جنرال والمضطهدين في العالم، فتاني احنا ليس لنا مدينة باقيها هنا، لكننا نطلب العتيدة. ولو حبينا نبص يعني هل هيكون على الارض هناك سلام ويحدث في كل انحاء الارض، الكتاب ما قالناش كده، لأن لو ده حصل أنا نظرت لأجد عدل على الأرض فلم أجد، ومش هيكون في عدل على الأرض. ده أيام الضيقة العظمى دي هتكون أيام صعبة جدا جدا على الكنيسة وعلى المسيحيين. لكن علشان تاني لابد ندخل الأبدية في الحسبان، وهنا في وعد مطمئن ربنا قال لنا عليه. كان بيوعد وعد بيه بني إسرائيل في نهاية ال70 سنة بتوع السبي بتاعهم. نقرا الوعد ده في ارميه اصحاح 29 وعدد 11، فبيقول: لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، افكار سلام لا شر، لاعطيكم اخره ورجاء، فتدعونني وتذهبون وتصلون الي فاسمع لكم. فهنا بيقول انا عرفت ايه الافكار اللي انا بفكر بيها من اجلكم. ايه الافكار دي يا رب؟ الافكار سلام لا شر، لاعطيكم اخره واعطيكم رجاء، تدعونني وتذهبون وتصلون الي فاسمع لكم. ف وعود ربنا: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ابواب الجحيم لم تقوا عليها. وفعلا يعني الكنيسه زي ما حضرتك بتقول، الكنيسة القبطية بالذات مضطهدة إلى 2000 سنة من وقت مرمرس لغاية النهاردة، ونحن في اضطهاد. ولكن فعلا بالحقيقة كلنا نختبر: حسبما أذلوهم هكذا ناموا وامتدوا. الكنيسة القبطية من أكثر الكنائس في العالم قوية في روحيتها بسبب الاضطهاد. يعني ربما في بلاد هناك في حرية للعقيدة، ولكن الناس تركت المسيح وذهبت إلى الإلحاد وإلى معتقدات أخرى. إنما في مصر بسبب الاضطهاد الكنيسة نامت. وبس أقول كمان ملحوظة: الشيطان لما حب يهدم الكنيسة حب يهدمها عن طريق الاضطهاد، ما قدرش وفشل، فراح هدمها عن طريق الهرطقات. يعني الانقسامات الخارجية أو الضغوط الخارجية أو الحروب الخارجية ما قسمتش الكنيسة، إنما اللي قسم الكنيسة الانقسامات الداخلية، لما طلع أريوس ونسطور وكل الهرطقات دي هي اللي قسمت الكنيسة من الداخل. بالعكس الاضطهاد بيعطي صلابة وقوة. فأنا وعد ربنا لينا إن الأفكار التي هو مفتكر بها من أجلنا، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء، دي مطمئنة لينا جميعا وتفرح قلبنا، لأن احنا عارفين إن عينه علينا من أول السنة إلى آخرها، وعينه لا تغفل عننا أبدا. كلام مشجع جدا. حتى انا يعني انا موجود هنا في المهجر، ومجرد شعور عاطفي وروحي بالنسبة لإخواتنا في مصر الواقعين تحت الألم الجسماني المادي للاضطهاد ومشاهدتهم. يعني احنا بنشاهد حرق الكنائس على شاشة التلفزيون أو الإنترنت، هم بيشوفوها بعينهم، هم بيشموا ريحة الدخان بتاع الحرايق، هم بيشوفوا النار بتولع في الكنيسة ومقدساتها من عدو الخير.
احنا بنشوف اعمال ابليس على التلفزيون، هم بيشوفوا اعمال ابليس قصاد عينهم على بعد امتار معدوده. فالحقيقه انا متعجب منبهر من قوه ايمانهم، من مواجهتهم للشر وجها لوجه. وكلام نيافتك فسر لنا كيف هذه القوه، انها من الله، انها من الروح القدس، انها بتجذب الاعضاء الكنيسه بعضهم لبعض، بيتوحدوا مع المسيح المصلوب في جسد واحد، وبتحفظ وحدانيه الكنيسه بطريقه سريه من حياتهم الروحيه. هل نطمع في كلمة ختامية من نيافتك، رسالة تشمل كل اللي علمتنا به في هذا المساء من مجموع التفسيرات الروحية والإنجيلية واللاهوتية لما هو حادث ولمقاصد الله من نحونا، المقاصد الإلهية اللي كلها محبة وحكمة، ومسؤولياتنا وطريقة بيسموها باللغة الاجتماعية خريطة المستقبل بالنسبة لنا احنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق فأعدها لكي نسلك فيها. نحب نسمع من نيافتك كلمة ختامية. قبل ما أقولها عايز أسجل من قلبي تقديري وإعجابي وفرحي بإخواتنا في مصر لما شفت إن هما يوم الحد بعد ما اتحرقت كنايسهم راحوا وقفوا وصلوا في هذه الكنائس، ويمكن لسه ريحة الحرائق موجودة فيها. هذه الصور لما أنا شفتها أثرت فيا جدا جدا، وزي ما حضرتك كنت بتقول دي نعمة ربنا، دي القوة الحقيقية، دي القوة الحقيقية. أنتوا هديتوا الكنيسة هنروح ونصلي برضو مهما حصل، محدش يقدر يمنع. من سيفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم اضطهاد أم عري أم خطر أم سيف؟ مفيش حاجة هتوقفني، أنا مسيحي وهعبد ربنا وهفضل أعبد ربنا مهما حصل. فالحقيقة هذه الصور وموقفهم ده يعني كان عظة بليغة جدا جدا وتشجيع لينا جدا جدا. ربما إحنا هنا اللي زي ما حضرتك بتقول بنتفرج على هذا الاضطهاد في التلفزيونات، لكن ده بيبكتنا إن كنا متهاونين أو متراخين في شهادتنا للمسيح. أما الكلمة النهائية أو الختامية هي كلمات الكتاب المقدس لينا: انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. وزي ما بيقول المزمور: انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح إلى الليل فلينتظر سرير الرب. نحن ننتظر الرب لأننا نعلم أن وعوده صادقة. ننتظر الرب ونطلب التقوية والتجديد جوه قلوبنا، ربنا يشدد قلبي ويقويني علشان أرى عمل الله المفرح الذي سنراه وكلنا نفرح به. كل واحد مننا يقوم بدوره، يقوم بواجبه في شهادته للمسيح، وفي وقفه أنه يقف وقفة واضحة ضد الظلم، وأيضا إعلان الحق والصلاة من أجل المسيئين إلينا والطلب المغفرة لهم. ولكن زي ما قلت قبل كده لا تصالح إلا مع التوبة وإلا مع الرجوع وإلا مع تغيير مسلك الحياة. تاني الآية المعزية: انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب وسنرى عجبا ما يفعله الله بأرض مصر. نشكر نيافتك جدا جدا يا سيدنا على تفضلك بقبول الدعوة وعلى إثراءك المشاهدين لقناة لوجوس بهذه الكلمات الممتلئة نعمة وتفسير إنجيلي وإعلان مسيحي وإنساني لكل ما يقودنا في طريق المستقبل بثقة وإيمان ورجاء ومحبة. ألف ألف شكر يا دكتور سعد، وبشكر كل قناة لوجوس على محبتهم وإعطائي هذه الفرصة، وطبعا لأبينا المحبوب نيافة الأنبا
صراط. ربنا يبارك حياة نيافتك وينجح خدمتك في أبراشية جنوب الولايات المتحدة، وكما أيضا خدمتك لأنحاء العالم القبطي والإنسانية سواء من خلال قناة لوجوس وغيرها. ألف إخواتنا المشاهدين، نشكركم على الاستماع والمشاهدة برنامج الحضارة القبطية. نراكم في الثلاثاء الأول من كل شهر، ويعاد البرنامج أثناء الشهر أيضا. سلام ونعمة في المسيح يسوع. أنا سعد مخيل سعد.